ما شاء الله يا جماعة، البلد بتاعتنا بتلف بقى في الشوارع والحارات وبيعقموا بيها البلد، تمام، بيملوا مية وكلور وبيرشوا بيها يعني. ما شاء الله بقى الشباب والرجالة كلهم مجتهدين. بصوا هنا، ما بيملوا مية الأول في الفلتر الكبير ده، وجايبين بقى كلور كتير، وكله متطوع بقى، الشباب ده كله متطوعين، لكن معقمين نفسهم برضه، فهيلفوا بقى على البلد والحارة ويرشوا. هما كده خلاص مالوا المية ويحطوا الكلور والكحول، هيبدأوا بقى يشغلوا عشان يطهروا الشوارع والحارة. مجهود جميل بصراحة، الشباب كله متطوع، هما لفوا في البلد، كل بيت دفع 5 جنيه عشان يشتروا يعني الكلور والكحول، كل منزل 5 جنيه، يعني 5 جنيه سعر حاجة رمزية لا تذكر، ولكن مجهود جميل يعني بصراحة، ان كل اهالي البلد وشباب البلد متطوعين ان هم يمشوا بقى في البلد واحده واحده، جايبين الفلتر الكبير ده او خزان الميه، بيملوه ويحطوا الكلور معقم وكحول، بحيث كل بلد لو بدات بنفسها، كل حد بدا يعني بنفسه، ان شاء الله نقضي على الفيروس في اسرع وقت، لان هو يعتبر ده الاسبوع الثالث، فاهم، اسبوع يعني، ان شاء الله ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء ويطهر بلاد المسلمين جميعا يا رب. بص اساسا العيال كلها فرحانين متجمعين، فهم عمالين يمشوا فيهم، هم طبعا معقمين نفسهم برضو بالكمامة والجوانت في ايديهم، والشمس بصراحة حلوة برضو، مطهر جميل يعني، واللي مطلع برضو مفروشات بيطهرها ويعقمها. الشارع فيه روح حلوة قوي. بصوا يا جماعة، هو الرشاش لو حد شايف، هو لسه بعيد هنا في الحارة، لسه هيجي هنا دلوقتي، هما كده شغلوا الخرطوم والرشاش شغال، فبيمشوا بقى في الحارة والشوارع يعني، هما بدأوا من البلد من جوه وهنا وصلوا في الشارع عندنا، فقلت لازم اصور اللحظة الجميلة دي. بصوا الجرار دلوقتي هيمشي، ده الجرار كده وربطينه كده على العربية كارو عشان نحط عليه الفلتر الكبير ده، والخرطوم طبعا طويل جدا اللي هما بيفكوه دلوقتي. كنت نفسي اعمل بث مباشر، بس خفت بصراحه ما يظبطش معايا، لان انا هنا فوق في الدور الرابع وعامله يعني زوم، هيك يكون الصوت بس واضح، ما يكونش كاف مصوت برضه، فعامله يعني زوم شويه، ومعرفش بقى يبقى في دوشه ولا ايه، قلت خليني اضمن بعمل فيديو بعد كده ايه نرفعه. ده هيمشي كده قدام، ده كده بيتحرك اهو، شويه بالخرطوم بيلمه. بصوا الخرطوم دول قد ايه كله مشارك، كله مشارك حتى الاطفال. ابصوا الرش اهو، ده كده برش اهو، عمال يرش بقى يعني جوه اللي، بصوا شايفين رش كده، رش سريع سريع. الخرطوم له فتحة كده، مركبين له زي بخاخ، بصوا كده على البوابات، في الطرقات والمداخل والحواري والشوارع، هو كده عادي بيت هنا يدخلوه عادي ويرشوا كده في جوه كله يعني، بيعقموا كل البيوت والشوارع والحواري، واحنا بقى دورنا ان احنا نعقم جوه البيوت بقى، كل واحدة شقتها كده. برضو الكلور يا جماعة، الكلور حاجة رخيصة جدا، كلور ومية هتطهرت بيهم الاسطح كل الاسطح وكل الارضيات والكحول طبعا. بصوا كده انا برش اهو، اهو هنا دخل هنا برضو في الحاره كده، هجيب لكم هنا كده كده الناحيه الثانيه اهو. بصوا على السور بتاع الباب هنا كده، السور عندنا تحت هيدخل هنا برضو. رجع دخل هنا اهو، البيوت المفتوحة بتكون فيها واسعة كده، بقوم داخل ايه رشش فيها برضو، وكل ده واقف كده بشد معاه الخرطوم، وهنا واقفين برضو بعيد، هيمشوا بقى في البلد كلها بالشكل ده. بصوا رش على البيبان والسلالم
كل الاماكن. طبعا الجو اصلا لسه في طينه لان المطر. بصوا ما شاء الله منظر حلو. هيرش كده عندنا هناك، فتح البوابه هناك عندنا هيدخل يرش فيها شويه. بيجري بيجري. الله يعينهم ويقويهم. اللي عايز يدخل دي حاره كده عندنا تحت هيدخل برضو يرش فيها كلها. بيطولوا له بقى الخرطوم، يشدوا وراه يعني الشباب كذا حد. ريحه الكلور هفت بقى، ريحه الكلور بقت شامين دلوقتي ريحه الكلور. ريحه الكلور يا بطه. تعقيب من بره. حتى اللي مطلع مفروشات بيعقمها برضو، يعني غير ان هو الشمس جايبين معقم في بخاخ وبرشوا بيه. الشارع التاني ممكن اروح بقى من الناحية التانية. انا جيت البلكونة التانية هنا. بيجروا 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 عشان دفع المية جديد فيلحق يخلص. فكل مكان وكل بلد يبدأ بنفسه. لو عملنا كده كلنا ان شاء الله نقضي على الفيروس في اسرع وقت. حاجة صغيرة خلت البلد بلد ايه، خلت العالم كله يقف ويعمل له اعتبار. الشكل حلو قوي، المنظر رائع، حاجة تشرح يعني، حاجة تفرح بجد. بضحك هو بيجري بالمية. هيلفوا بقى البلد كلها، انا مش عارف بقى اجيب بعد كده لان انا هنا فوق كده، دي اخر الكاميرا. بس هما بيلفوا البلد كلها بنفس الطريقة. وقت ما المية بتخلص بيقفوا بقى المكان يملوا الفلتر تاني ويحطوا فيه. كل حد، في ناس بتتبرع بكرتونة من كلور، في اكتر، لكن كل بلد 5 جنيه حاجة لا تذكر. ان شاء الله توعية مهمة حلوة قوي. الصيدلية كمان.